أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ساعة مع رشا أبو الحسن. النهاردة في الحقيقة احنا هنناقش موضوع أنا شايفة أنه هو من أهم القضايا الاجتماعية، لأن هو في كل بيت. الموضوع النهاردة بيناقش حاجة بتمسنا كلنا. الأول في يعني عامة في الحياة كان صعب نلاقي فكرة الطلاق، المطلقة، حاجات كتير كانت بتبقى مرفوضة من المجتمع. النهاردة لقيناها في كل بيت، كل بيت النهاردة بيتعرض لأن بيكون في مرأة مطلقة، رجل مطلق، أطفال. فالنهاردة احنا بنتكلم على موضوع فعلا هو من أهم القضايا الاجتماعية. يمكن لو رجعنا كده للآية الكريمة اللي بتقول واجعلنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها واجعلنا بينكم مودة ورحمة، يعني احنا المفروض نتعلم منها ان اللي بين الزوج وزوجته بيكون سكن مودة رحمة. لو التلاتة دول مش موجودين يبقى أكيد وبلا شك ان الحياة الزوجية بتنتهي، بتبقى هي دي النهاية الحتمية، ان للأسف بيكون الانفصال أو الطلاق هو النتيجة المترتبة على ده. مين بيعاني؟ مين بيتعب؟ مين بيكون الضحية؟ أعتقد أن المرأة وخصوصا المرأة اللي عندها أطفال وما عندهاش مصدر دخل، أعتقد أن هي دي بتكون أكتر حد بيتضرر من موضوع الطلاق. وعلشان إحنا النهاردة نتكلم عن حقوق المرأة والطفل بعد الطلاق، لازم إحنا الأول نعرف إيه هو الطلاق وإيه هي أنواعه. احنا معانا النهارده بنتشرف وبنسعد جدا، معانا الشيخ عبد الحميد فوده امام وخطيب، هيجاوبنا طبعا من الناحيه الدينيه والشرعيه عن كل ما يخص موضوعنا. ولان الموضوع قانونيته بصراحه لقيناها كتير جدا ويعني موضوع كبير جدا، فاحنا قررنا النهارده ان احنا بدل ما نستضيف ضيف واحد احنا هيكون معانا ضيوف كتير معانا على التليفون. معانا مستشارين قانونيين، معانا محاميين، معانا اساتذه في القانون، معانا ناس كتير جدا هيجاوبوكم وتباعا على مدار الحلقه. وطبعا اكيد اكيد اهم حاجه عندنا مداخلاتكم التليفونيه واسئلتكم، واللي ان شاء الله هنكون ربنا يقدرنا ان احنا نقدر نرد عليها. اهلا بحضرتك يا فندم، أهلا نورتنا. يا استاذه رشا، الله يبارك فيك. اهلا بحضرتك. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا الغايه من الزواج هو اقامه اسره متماسكة سوية سعيدة تساهم في بناء المجتمع، ليس بها خلل من ناحية العلاقات بين الزوجة والزوجة والزوج والزوجة، تنشأة أبناء صالحين لصلاح المجتمع. طيب إذا ما تعذر إقامة هذه الحياة شرع الإسلام الطلاق. لو سألنا نفسنا ما معنى الطلاق؟ هو إعطاء الزوجة حريتها بالخروج من الحياة الزوجية أو الزوج. يعني إيه الكلام ده؟ يعني التفريق بينهما على اختلاف صوره. والطلاق في الإسلام مشروع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه مبغوض عند الله تبارك وتعالى. بالفعل يعني هو حلال ولكن الله يبغضه. طب هنستأذن حضرتك، معلش احنا اسفين. معانا مداخلة من دكتور أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا، وفرصة طيبة أن احنا نكون معاكم النهاردة. أهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا. الله يبارك فيك. أنا عايز أنتهز الفرصة بس في البداية أن أنا أهني الأستاذة رشا أبو الحسن لاختيارها لتكون سفيرة سلام ونوايا الحسنة للمركز العربي الأوروبي. ميرسي يا فندم. وهي مثل ومشرف للمرأة المصرية طبعا، ونفعت بيها أن هي تكون في مؤسسة دولية عريقة زي المركز العربي الأوروبي. حضرتك دكتور أحمد غازي. ألف ألف مبروك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، ميرسي، شرف لينا مداخلة حضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. شكرا شكرا يا فندم والله لحضرتك، وده شرف ليا، ويعني تنصيبي النهارده بالنسبه لي الخبر كان يعني مفاجاه بالنسبه لي، ومرسي جدا لحضرتك وللمركز العربي الاوروبي، وان شاء الله بالتوفيق دايما يا فندم.
ألف مبروك يا أستاذة. ميرسي ميرسي لحضرتك. دكتور أحمد، ألو، شكرا لحضرتك يا دكتور أحمد، اتفضل اتفضل حضرتك معاك. فشرع الإسلام الطلاق عند استحالتي استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين حفاظا على الطرفين وحفاظا على الأولاد. كما ذكرت قبل الاتصال أن الطلاق أمر مشروع وهو حلال، ولكنه أبغض الحلال عند الله تبارك وتعالى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يترتب عليه من آثار ضارة بالزوج وبالزوجة وبالأبناء وبالمجتمع، لأن تفكيك الأسر في المجتمع هو تفكيك لبنية المجتمع ككل. المجتمع المترابط المتماسك يتكون من أسر مترابطة متماسكة متدعمة، يعين كل طرف من أطراف الأسرة الطرف الآخر في بناء هذه الأسرة وتنشئة أبناء صالحين عمليين نافعين من الناحية العلمية ومن الناحية الخلقية ومن الناحية الاجتماعية والمساهمة الاجتماعية. فإذا ما تعذرت أو تعذر استمرار الحياة بين الزوج والزوجة فالأمر مباح فيه الطلاق، إذا كان هو إذا كان الطلاق في صالح الزوج والزوجة والأبناء. معنا طيب. اتصال نستأذن حضرتك. ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو ألو، ممكن أشترك البرنامج؟ اتفضل حضرتك. ألو ألو، أيوة سامع حضرتك، اتفضل. ألو، طب هنستأذن حضرتك تكلمنا تاني، اتفضل. وكما هو معلوم أن الله عز وجل قال في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. والإنسان يسكن إلى ما يأمنه ويطمئن إليه ويسعد به ويفرح بصحبته، بل لا يرغب أبدا في مفارقة هذه الصحبة. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة وإيه؟ ورحمة. المودة حين المحبة، والرحمة حينما تفتقد المحبة. حينما تفتقد المحبة يتراحم الزوج والزوجة، ايوه، فيرحم بعض احدهما الآخر. خدت بالك معايا؟ طول ما فيه مودة فالمودة مودة بطبيعة الحال، هما بيحبوا بعض فخلاص، يعني عن الأخطاء مفيش وعن مش مهم اي حاجة تانية، أيوه. عن النقائص الموجودة. طب ولو مفيش مودة يبقى في رحمة؟ يبقى في رحمة. يتعامل كل طرف أيوة مع الطرف صح. الآخر أيوة. من مبدأ الرحمة أنه أيوة. إيه إنسان. طب ولو الاثنين موجودين يبقى عظمة، شيء عظيم جدا. نتمنى طبعا أن يكونوا موجودين في كل طيب. بيت يا رب. يعني أنا تكلمت في هذا الأمر حتى يعلم كل رجل وامرأة أيوة. أن الغاية الأساسية في الإسلام هو الزواج واستمرار الزواج. أكيد طبعا. هنستأذن حضرتك، في معنا مداخلة تليفونية. ألو الو الو، السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم، اهلا بحضرتك. مرحبا يا دكتور. مرحبا بحضرتك، اتفضل. انا كنت عاوز اقول لك الشيخ، يعني الطلاق كتير قوي يومين دول، معلش نتعرف بحضرتك. عشان نتعرف بحضرتك، اسم حضرتك ايه؟ رضا يا فندم. ايه؟ رضا عطية يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك. رضا عطية، رضا عطية. ايوه اهلا بحضرتك، اتفضل معايا. مرحبا يا فندم. مرحبا يا فندم. ممكن معلش بس توطي صوت التلفزيون عشان الصدى بتاع الصوت. ماشي يا دكتور، ماشي. النسبة الطلاق بقت كتيرة، ظاهرة كتيرة أوي غير اللازم. ايوه. يعني ما عادش الحاجه اللي طالبه النهارده عشان تاخد نفقه، وبقيت بتضغط وقت وعاوزه تاخد نفقه، عاوزه تقدم حكومه، عاوزه تروح في الحضانه، وبقيت يعني عيشه تستفز يعني. ايوه. يعني الدنيا ما عادش مش مستاهله يعني كده، وابغض الحلال الحمد لله الصلاه مولانا، يعني ما ينفعش كده يعني. علينا النهارده الطلاق ده عندي سهله يعني.
اكيد طبعا. ما ان شاء الله نبين باذن الله، احنا بنبين ده طبعا، بس احنا بنتكلم في الحلقه النهارده عن الحالات اللي خلاص استحالت العشره بينهم، فنبين بقى ايه هي الحقوق اللي فيما بعد الطلاق، هي دي الفكره. لكن احنا طبعا ما بنقولش للناس اتطلقوا. ماشي، بس هم كل من الحالين بقى النهارده ليه النهارده قول للشيخ كان بيتكلم في النقطه دي. بالظبط يا عم الشيخ، وضع الشيخ دلوقتي يا مولانا. نعم يا حضرتك، بس معلش وطي صوت التلفزيون، معلش هنستأذنك، هنستأذنك بس تقفل التلفزيون وتكلمنا على ما نخلص الاتصال. ماشي، معانا مداخلة تانية يا جماعة. دكتور محمود، ألو. أهلا وسهلا، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بيك، ألف مبروك على البرنامج الجميل دوت، وسعداء بوجود حضرتك معانا. ميرسي يا فندم، حضرتك منورنا. وإن شاء الله بإذن الله دايما من تقدم لتقدم في كل المجالات، ويمكن بنتهز الفرصة ديت برضو بهني حضرتك على الهواء على حصولك على سفيرة للنوايا الحسنة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان وقانون الدولة. ميرسي يا فندم، ميرسي لحضرتك. دكتور محمود، دكتور محمود شعبان. ايوه اهلا اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا، شرف لينا اتصال حضرتك. ده الشرف ليا والله العظيم جدا، وطبعا احنا سعداء بانضمامك للمركز العربي الاوروبي طبعا كسفيره للنوايا الحسنه، وده امر طبعا رائع بكل المقاييس يا فندم. الاروع وجودي معاكم طبعا، اكيد في وسط النخبه الكبيره دي من النجوم ومن يعني قامات، وبجد ناس اتشرف جدا ان انا اكون في وسطه. اكيد قطعا احنا بنتشرف بوجود حضرتك كقامه اعلاميه متميزه، وان شاء الله باذن الله معا خطوه بخطوه ان احنا نقدم اعمال متميزه للمجتمع المدني وللعالم كله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الف مليون مبروك يا فندم. ميرسي لحضرتك يا فندم، ميرسي لحضرتك، حضرتك نورتنا، وشكرا على مداخله حضرتك لينا. اهلا وسهلا بيك وسعداء بحضرتك. اهلا وسهلا، ميرسي، ميرسي لحضرتك. ماشي يا فندم، ماشي اتفضل، مع السلامه. الحاج رضا سال، ايوه، وبيقول ليه حالات الطلاق كثيره. بسرعه كده هنقول له ان السبب هو الآباء والأمهات. أيوه. لأن الأب والأم قبل تزويج أبنائهم بنين ولا بنات يجب عليهم أن يعني يجلسوا معهم ويعرفوهم. يعني حضرتك بتتكلم على التوعية. التوعية قبل الزواج. أيوه أيوه أيوه، مهم جدا. أيوه بالظبط. ما تجيش الأم وتقول لبنتها ما تسمعيش كلامه. أيوه طبعا. حماتك ما تتدخلش في حياتكم، انت كذا انت كذا انت كذا، يعني تضع في ذهنها ان هي داخله حرب. لا ابدا، هي داخله تبني منظومه، هي وزوجها متكامله. ويرجونا من الله عز وجل الذريه الصالحه. لو ان احنا اصلا حرصنا تمام الحرص على توعيه ابنائنا وبناتنا قبل الزواج بما يمليه علينا الشرع والواجب، مش هيحصل حالات طلاق او هتقل باذن الله تبارك وتعالى. طيب نيجي بقى للمسألة. ولو المنظومة دي اختلت، ولو ما ينفعش ان هم نفع ان هم يكملوا مع بعض، يبقى الطلاق. طبعا الطلاق هو بيكون هو بالظبط. طب ايه هي بقى انواع الطلاق اللي عايزين نتكلم فيها، وايه الفرق ما بينهم؟ انواع الطلاق بالنسبة للمرأة وبالنسبة لحالة الطلاق نفسها. المرأة اما ان تكون قبل الدخول أو بعد الدخول. أيوه. ودي لها حالات. أيوه. ودي لها إيه؟ حالات. يعني مثلا كتبين الكتاب تم العقد ولم يدخل الزوج بزوجته. أيوه. ووقع الطلاق. أيوه. هل ماذا لها من حقوق؟ أيوه بالظبط. أولا. بالظبط. مرأة مدخول بها. أيوه. يعني بعد الإيه؟ بعد الدخول، بعد الزواج. أيوه. وطلقت. وتنقسم إلى أقسام. امرأة معتدة وامرأة بائنة. وهنبين الكلام ده إن شاء الله تبارك وتعالى. نيجي للمرأة المطلقة قبل الزواج. تنقسم إلى قسمين. سمي لها مهر، وأخرى لم يسمى لها مهر. أيوه.
ماذا لهذه من حقوق وماذا لهذه من حقوق. ايوه المرأة التي سمي لها مهر. معلش هنستأذن حضرتك، هو واضح المداخلات النهارده معانا كتير، معلش احنا اسفين. معانا استاذ محمد طارق محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. الو الو الو، اهلا بحضرتك يا فندم. الو الو، اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك، منورنا. نورك يا دكتور، ربنا يخليك. احنا طبعا اتشرفنا بوجود حضرتك معانا النهارده. انا اسعد يا فندم والله، برنامجك الجميل وحضرتك مشرفانا والضيف العزيز. ميرسي ميرسي لحضرتك. احنا حالا كنا لسه بنتكلم في انواع الطلاق واسباب الطلاق، فيعني ممكن حضرتك تقول لنا اسباب الطلاق في القانون؟ طبعا الطلاق طبعا من يعني من النعم الرحماء ربنا سبحانه وتعالى انزلها من السماء وفي تشريعه العزيز طبعا، وكلنا يعني نامل ان يكون المجتمع في حاله افضل بكتير جدا من ان احنا نسعى اليه، ويكون ويكون منا تواصل اكثر وترابط. ولكن هو طبعا القانون المصري حينما شرع الطلاق فشرع له اسباب وليس سابها على المعتاد لاي حد يلتجئ الى المحكمه مراحل يعني. ايوه طبعا من النساء. وهناك اسباب للطلاق. السبب الاول وهو الطلاق للهجر وسوء العشره. ايوه بمعنى ان الزوج يتزوج زوجته ثم يتركها معلقه بلا نفقه وبلا مصاريف وبلا سؤال. يعني يتزوج زوجته ويسيبها، يعني ايه يسيبها يا فندم؟ يعني مثلا يا فندم يهجرها، يعني مثلا يسافر بلد اخرى ما يسالش عليها، يرسل لها نفقه ويرسل ولا يعني بالبلد يجيب لها بيت تسكن فيه ولا تقعد فيه، ولا يسال على اولاده ولا يصرف عليها ولا كام. دي اسمها طلاق للهجر وسوء العشره. ايوه تمام. يقوم مثلا بالايذاء، سوء العشره معاها، دايما بيهينها قدام اهلها، دايما احنا النهارده للاسف بنعاني من العنف ضد المراه جداً. يعني الايام دي بالذات انا شايفه قضايا كتير جدا جدا مطروحه عن العنف ضد المراه، ودي طبعا حاجه ما ينفعش ان هي تكون موجوده. فكويس جدا حضرتك اتكلمت في النقطه دي. فده طبعا اسباب. يبقى قلنا اول سبب الهجر وسوء العشره. طبعا الهيئه ان هو يهجرها، سواء يهجرها في الحياه او يهجرها في المضجع او يهجرها حتى في المشاعر والاحاسيس، يعني برضو ده هجر برضو، وخاصه في المجتمع في الانفتاح اللي احنا فيه كله دلوقتي. ده اول نوع. تاني نوع طبعا اللي هو الزواج باخرى، يعني الزوج بيتزوج بامراه اخرى، بزوجة أخرى. طبعا ده من ضمن أسباب إن القانون. طب الزواج بأخرى ده لازم يكون له أسباب، لازم 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 يكون له أسباب خاصة. بمعنى يا فندم أيوه يعني طب ما هو الإسلام الإسلام قال إن له مثنى وثلاثة ورباع، إحنا ما اختلفناش. أيوه بس ولكن أعتقد إن من حق الزوجة الأولى إن هي يتم إعلامها، يعني المفروض تعرف وهي بعد كده اللي بتختار. بالظبط، مفيش مشكلة. أيوة. ولكن القانون حدد ليها، القانون حدد للزوجة لمدة سنة من تاريخ العلم إنها تشتكي للزواج بأخرى. طب إيه أسباب الزواج بأخرى؟ إذا لم يعطيها حقوقها كاملة من نفقة، من وجوده في حياتها، ما ممكن يتزوج بأخرى ويتركها. حتى القرآن قال ولا تذروها كالمعلقة. يعني يا فندم حضرتك تقصد إن هي تقدر ان هي ترفع طلاق، لكن لو هو اخل بحياته معاها. بالظبط كده يا فندم. طب ولو للضرر النفسي يا فندم؟ يا فندم كل انواع الضرر مقبول. ما هو يا فندم اهم حاجه في الزواج ما يكونش فيه ضرر نفسي. هل لان هو مثلا بعد عنها بس لانه بقى مع زوجته الثانيه، ولا ممكن يكون ضرر نفسي؟ اكيد يعني يا فندم. ما هو الضرر، ما هو يا فندم الضرر النفسي تمام هو اهم عامل في نجاح الضرر. البيت. أيوة. بمعنى اذا كانت الحاله النفسيه بين الزوجين كويسه أيوة. كل شيء هيزال. اما الضرر المادي او الضرر ده كل ده امور متاحه. ما ممكن يكون انا قادر على الزواج باثنين وثلاثه واربعه ومعايا فلوس بس مكتفي بزوجتي. بالظبط، ولكن أيوة. النفسي عندي اكبر من اي شيء. أيوة. الضرر النفسي ده يا فندم ده اهم عامل، حتى في قانون، حتى في محكمه الاسره يوجد اسمه خبير نفسي واجتماعي.
يعني بتعرض على خبير خبير نفسي واجتماعي. ايوه بشوف الحاله النفسيه سواء للزوجه سواء للزوج سواء للاولاد نفسهم، ممكن يكون الزوج والزوجه كويسين جدا بس الاولاد الحاله النفسيه عندهم يعني ممكن الزوجه ترفع تطليق عشان الحاله النفسيه للاطفال مش ليها بالظبط هي. كده يا فندم. انا الاطفال شايفين ان الاسره بدات تتهد، او هم شايفين مش متحملين ان في زوجه اخرى مع باباهم، وخاصه لو هو حب يدمج الاسرتين مع بعض. كل ده عامل نفسي. ده يبقى جبار بصراحة. يعني وما اقلهم يعني المتضررين. بس برضه الرجاله برضه يعني بيبقى بعض في برضه الحق يقال يعني ان المراه او الرجل يعني زي ما لهم وما هو عليهم. طبعا يعني اكيد مش كل النساء اكيد او مش كل المراه اكيد. يعني واعتقد ان وحشه، اللي ومش كل بيقدم الرجاله على وحشين. الخطوه دي اكيد عنده اسبابه. اكيد يا فندم. ايوه ولازم برضه المجتمع، علماء علم النفس والاجتماع يخشوا في هذه المرحله ويتداركوا هذا الموقف حتى لا يتم اخلاله بالمجتمع. ايوه تمام. طيب الحاله الثالثه يا فندم اللي هو الطلاق خلعا. ايوه الطلاق خلعا يبقى احنا قلنا اول حاجه الهجر وسوء العشره، ثاني حاجه ثاني سبب الزواج باخرى، ثالث حاجه الطلاق خلع. خلعا. الطلاق خلعا ده يا فندم المراه بتتنازل عن جميع حقوقها ما عدا قائمه المنقولات الزوجيه، تتنازل عن المؤخر والنفقه، نفقه المتعه ونفقه العده وكل انواع النفقات. الله يبارك فيك. تمام. وهي يا فندم بتقدم حاجه اسمها اللي هو مقدم الصداق. بيختلف مقدم الصداق طبعا من مجتمع لمجتمع ومن شخص لاخر، بحيث ان انا ممكن اقدم الجنيه اللي مكتوب في قسيمه الزواج، في مجتمع اخر بيبقى جايب عربيه، بيبقى جايب فيلا، بيبقى جايب فلوس في البنك. فبالتالي انا بثبت ان مقدم الصداق هو الذي اخذته المراه قبل الدخول بيها. قبل الدخول. تمام كده؟ ايوه. يبقى كده قلنا ثلاث اسباب. رابع اسباب طيب بالنسبه للخلع يا فندم، الخلع ده مش اعتقد ان هو بيسبب ضرر بقى نفسي المره دي بس على الزوج وعلى الاطفال؟ يعني حتى دايما بنسمع تهكم يقول ايه مخلوع وقد لا يؤثر. هو يا فندم الحقيقه يعني الحقيقه ان المراه بتتجه للخلع لانه هو اسرع اجرائيا من الطلاق، لان الطلاق بيحتاج الى بس بيبقى قرار اسباب صعب جدا لان هي ولا بتتخلى عن كل حقوقها، بيبقى قرار صعب. اوكي بس يا فندم بتاخد حريتها، بالظبط، وخاصه ان الخلع ما فيش فيه استئناف. ايوه يعني الخلع ما فيش فيه استئناف. تمام. واعتقد ان فبالتالي الخلع بيبقى قرار صعب جدا، كون ان هي تاخده وكون ان هي تقدم عليه، فاعتقد ان ده يعني بيبقى نهايه المطاف بالنسبه لها. بالظبط. هي يا فندم من تلجا الى الخلع هي التي قد ضاقت بها الدنيا مع الزوج. ايوه حاله من الياس بقى خلاص يعني. بالظبط خلاص استحاله العشره. ايوه يعني بالظبط كده يا فندم. تمام. أيوة. طب الحاله الرابعه اللي هو سفر الزوج، يعني الزوج سافر الزوج أيوة. سافر وما اعرفش عنه في شيء، ولم يبلغني هو مكانه فين او اسبابه فين، ولم يرسل لي اي شيء، فبالتالي بتلجا المراه تمام الى الطلاق ده السفر. بعد مده قد ايه يا فندم ده؟ لا بعد يعني فندم مش اقل من سنه. مش اقل من سنه بس بشرط ان انا لم اعلم عنه شيء. ايوه وده فندم حصل في فترات كثيره. لنا بس اثناء ولا غيري لنا ولا غيري يعني لا. بمعنى ان مثلا الزوجه مش بتعرف حاجه عنه ولا عن اخباره، بس ما ممكن يكون اهله عارفين، صاحبه عارف. لا يا فندم احنا بنقول المفروض ان ما يبقاش في اخبار انقطع خالص اخباره عن جميل، عن الجميع. انقطع اخباره عن جميل. ايوه 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 ما هو ده اللي انا بقصده. يعني مثلا زي من سافر بيبقى مثلا بالطرق غير الشرعيه، يعني الهجره غير الشرعيه، احنا بنعتبره مفقود يعني. بالظبط كده. ايوه تمام. أيوة. الحاله الخامسه اللي هو الطلاق طبعا للعن، يعني مثلا الزوج غير قادر على الامور الزوجيه، واجبات الزوجيه. ايوه تمام. فده طبعا لازم يكون عن طريق دكتور متخصص، يتم توقيع الكشف طبعا على الزوج. أيوة. تمام. واثبات ان هو عدم قدره الزوج على ممارسه الحياه. ايوه دول اتفقنا من خمس اسباب اللي موجودين في الطلاق في قانون، ليس لهم سادس. أيوة. هم يا فندم على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال. ايوه يعني تمام. احنا طيب اتفضل حضرتك معاك. في حاله بقى يا فندم الطلاق ان الزوجه لم تدخل، يعني مثلا بمعنى ممكن يكون زوجه اتكتب كتابها وعند الفرح حصل خلافات
وتم انهاء العلاقه الزوجيه. احنا فعلا كنا بنتكلم عليها لسه حالا دلوقتي شرعيا. بالظبط كده. ايوه. تمام؟ طيب هنا يا فندم المشرع طبقا للقانون وطبقا قبلها للتشريع الاسلامي قال فنصف ما فرضتم، يعني انا باخد نصف الحاجه اللي انا جبتها ونصف المؤخر بتاعي، وعلى الزوج ان يدفع نفقه لزوجته حتى تاريخ الطلاق. ده لو هو اللي بيطلق. لو هو اللي بيطلق، لا يا فندم في كلا الحالتين هو بيطلق. حتى لو هي يعني سواء هو طلقها او هي اللي طلبت الطلاق، ففي الحالتين هي بتاخد النص. ما فيش حاجه اسمها في الاسلام او ما فيش حاجه اسمها في القانون اللي يطلق هو اللي يسيب. ده حاجات دخيله على المجتمع المصري. بالظبط. ايوه، ما احنا عايزين نفهم الناس ده. لعب بالله. ايوه، لعب لعب بالالفاظ. ما فيش حاجه اسمها انا انت اللي سايبه، انت سيبيلي. لا، ما فيش حاجه اسمها الكلام ده. أيوة. حقوق المراه، حقوق المرأة ثابتة بالشرع وبالدين وبالقانون. القانون المصري، التشريع، محكمة الأسرة متاخد من التشريع الإسلامي بنسبة 95%. أيوة. نسبة 95% يا فندم. أيوة. تمام؟ فبالتالي يا فندم، من يتزوج بامرأة ولم يدخل بها ويطلب الطلاق وجبت عليه النفقة، لأن يا فندم النفقة مقابل الاحتباس، أي احتباس الزوج حتى لزوجته. يتم يعني بمعنى ما تقدرش تسافر إلا بإذنه، ما تقدرش تعطي الأطفال مدرسة غير ما الزوج يقرر، فله كافة الصلاحيات على زوجته. طب في سؤال يا فندم أنا حابة أسأله لحضرتك. اتفضلي. في ناس كتير جدا واخدين أحكام قضائية، يعني مطلقات. تمام. بس بيبقى في مشاكل في التنفيذ. تمام جدا. يعني حضرتك شايف ايه؟ القانون المصري اعطى التنفيذ على كذا سواء، بمعنى ممكن انفذ على بنك نصر، ولكن بنك نصر بيعطي 500 جنيه فقط. اقصى نفقه 500 جنيه فقط، لا يزيد عن كذا. تمام؟ وطبعا له شروط وله قواعد، بيطلب شهاده من محكمه الاستئناف. أيوة. والحكم والكلام ده. ممكن انفذ على شغله، يعني هو لو موظف حكومه بالبلد، يعني موظف حكومه او هو موظف في قطاع خاص، الشركات له فيما لا يزيد عن 40% من قيمه مرتبه. طب يعني هي بتتحدد على حسب المرتب ولا على حسب اللي عنده من املاك؟ الدخل يعني. ما ممكن يكون مفردات المرتب قليله لان هو موظف الدخل. بس عنده حاجات تانية. تمام يا فندم. هو تحديد الدخل يا فندم بيبقى على يسار الزوج واعصاره. أيوة. حتى لينفق كل ذي ساعة من ساعته. أيوة. ومن قدر عليه رزقه فينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا اتاه. بمعنى اذا كنت انا، ممكن يكون انا موظف، ممكن يكون عندي محل او شركه اخرى بالليل، ممكن يكون عندي عقارات، ممكن يكون عقارات. ايوه، ايا كان من ممتلكات. ايوه بالظبط يا فندم. يعني متيسر ماديا، يعني ليه احنا بنحكم بالمرتب بس؟ تثبت فندم كل. لا يا فندم، انا ما بقولش مرتب، انا بقول يا فندم في حاله التنفيذ فقط. أيوة. في حاله التنفيذ. طب انا يا فندم، هو لا موظف وهو قطاع حر. لا، وفي نقطة تانية كمان حضرتك، ممكن يكون بيسافر بيشتغل بره. بالظبط كده يا فندم. ده دي مشكلة تانية. لو هو يعمل بالزبط خارج البلاد، دي أعتقد دي مشكلة تانية. أنا تسأل الأستاذ قانونا إزاي تثبت دخله في الخارج. طب حضرتك تقدر تتكلم لو سمحت. أستاذنا الفاضل مع حضرتك شيخ عبد الحميد فوضى عايز يسأل حضرتك سؤال. أهلا بحضرتك. يعني نتعلم من حضرتك كيف تثبت الزوجة دخل زوجها في الخارج قانونيا. تمام يا فندم، ده سؤال جميل جدا جدا. وبصراحه يعني، وانا هرد على حضرتك ان في معظم الازواج ما بيعرفوش يثبتوا ازاي الزوج الدخل بتاعه. بالظبط، بيتهربوا. عندنا كذا حاجه. الحاجه الاولانيه، اذا كان هو مسافر على عقد عمل، فبيتم توجيه بتصريح من محكمه الاسره الى مكتب العمل. تمام؟ ايوه. توجيه محكمة الأسرة إلى مكتب العمل لتحديد طبيعة العمل بتاعه، نشاطه، ما يتقاضاه. وبالتالي القاضي بيحكم على دخله الخارج، خلاف برضه أملاكه الداخلية. يعني ممكن يكون عنده أملاك وبيستثمرها هنا، أو مفوض أحد الأشخاص لإدارة أملاكه. أيوه. طيب في حالة إن هو ما فيش عقد عمل، او هو مسافر فيزا حره زي ما بنقول يعني. ايوه بالظبط. طيب دي بثبتها بشهاده الشهود. طب هما الشهود هيعرفوا الدخل ازاي؟ يا فندم يعني انا مثلا عارف ان هو راجل صنايعي مثلا، دخله اليوم هناك، يعني كان بيشتغل هنا في مصر بياخد اليوم ب 100 جنيه. ايوه.
يبقى هو لما يسافر بره لازم يزيد اليوم على 100 جنيه. بيكون صعب التواصل مع المؤسسة اللي هو شغال فيها يا فندم؟ صعب جدا. لا مش صعب، لان هو بيبقى حر. يعني مثلا نظام، يعني مثلا عامل المقاولات او عامل او الحفر او الكلام ده، تمام، انا ما اعرفش هو شغال باليومية، تبع ايه بيشتغل باليومية او مع مين. اللي هي العمالة العمالة الغير اللي هي العمالة الغير منتظمة، الغير منتظم. تمام كده. طب انا بعمل ايه؟ القانون اعطاني ان انا اثبت العلاقة عن طريق شهادة الشهود. أيوة يعني أيوة. بمعنى ايه؟ اجيب اي 2 شهود من اقاربي او اقاربه، أيوة. تمام، ونسأل إيه؟ طب هو مسافر فين؟ والله مسافر مثلا دولة شقيقة زي الامارات. يعني بتبقى دخل. مسألة نسبة وتناسب يعني. متوسط دخل بالظبط كده. ما هو لان ليس بيدي يعني شيء ملموس بالظبط ان انا اقدر اثبته. بالظبط. وفي نفس الوقت لازم حقه وحق الولاد يعني نفقته. اصل يا فندم ده حقوق للمراه. أيوة. مهما خرج الزوج ومهما استخدم اي شيء ضد المراه لن يفلت من عقاب الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. دي حقوق. ايوه تمام. ايوه اتفضل مع حضرتك. تمام يا فندم. طب في جزء يا فندم تاني، في جزء اخر، تمام، طبعا بنعتمد عليه، وهو تحريات المباحث ارضا. يعني تحريات المباحث يعني اللي الزوج إيه؟ اللي ملوش الزوج اللي ملوش وظيفه ثابته ومفردات مرتب، فانتوا بتعتمدوا اكتر على التحريات. بالظبط، هي التحريات، ولكن برضو انا بقوي التحريات بشهاده الشهود، لان التحريات مهما تكون مش زي الشهود. الشهود هم اللي صح. بيتعاملوا مع الشخص صح. بيروحوا بيجوا عليه، عارفين هو فين قاعد، فين بيقعد، بيصرف كام، راكب يعني مثلا احنا من ضمن القضايا ممكن نعرف الزوج راكب عربيه، نوع العربيه اللي بيركبها، مستوى نوع معلش يعني انا بمول البنزين قد ايه، 80 95، يبقى انا بضرب له في قد ايه، كام تمويله في الاسبوع، يبقى سياده القاضي هو ما يصرف. ايوه تمام. عنده اكثر من سياره، يبقى اذا انت راجل مقتدر. بيتحكم بسرعه يا فندم في القضايا دي؟ نعم يا فندم. بيتحكم بسرعه في القضايا دي؟ اه يا فندم بيتحكم. والله يا فندم هي دي نظام اجرائي. طب. يعني بمعنى يعني حسب الاجراءات والتوقيت بيفرق لو الزوجه بتعولوا معاها اطفال او لا؟ هي بتفرق يا فندم في حاله اثبات، يعني لو الزوجه رايحه المحكمه معاها كافه الاثباتات القاضي بيحكم، مهارة الحاكم، لان القاضي برضه مش عايز أصلاً مش عايز اعتقد ان لو في اطفال يا فندم يبقى لازم اجراء سريع. ما هو يا فندم الاجراءات السريعه دي بتبقى ممكن على القاضي احيانا ان يفرض نفقه مؤقته لحين أيوه. الفصل في قضيه النفقه. ايوه احنا بنشكر حضرتك بجد على المداخله دي، وحضرتك اديتنا معلومات كويسه جدا، ونتمنى ان هي طبعا الناس تستفيد منها ان شاء الله. ميرسي لحضرتك يا فندم. احنا اسفين طبعا اتاخرنا، ولا يهمك، احنا استفدنا كتير جدا من لا بجد مداخله كنا بنتكلم في المراه المطلقه قبل الدخول في سوره البقره. ربنا سبحانه وتعالى يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه، يبقى مهر اهوت. ايوه. فنصف ما فرضتم. ايوه. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. ايوه. خدت بالك؟ في سوره النساء الامر متعلق بمن لم يفرض لها مهر. طب نتصرف ازاي؟ والسند الشرعي ايه؟ ايوه. كيف نثبت لها المهر؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يبقى احنا كده بنتكلم على أنواع الطلاق وحقوق المرأة في كل نوع. المرأة المطلقة قبل الدخول في حالتين. ايوه. لما نذكر المطلقة بعد الدخول، قبل الدخول لها حصل حالتين. الطلاق ليها حالتين. حالة. لو في مهر يبقى بتاخد النص. جميل. وهو النص. مفيش مهر، نصف المهر المذكور. ايوه. المقدر عند العقد. ايوه. لو طيب. لو مش ما فيش اصلا لم يقدر يبقى يفرض لها مهر نصف مهر المثل. المثل مثيلتها في المستوى الاقتصادي، المستوى الاجتماعي، بنت من العيله يعني في جميع الحالات بتاخد، لازم تاخد حقها. الايه الدليل الاول في سوره البقره والدليل الثاني في سوره النساء. والله يا فندم احنا ديننا يعني حلو جدا. فيش. يعني هو عارف ان المراه مخلوق ضعيف، وعشان كده بيكفل لها كل حقوقها الشرعيه. استاذه رشا،
الله عز وجل قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن علاقة الرجل بالمرأة وإكرامه لها وإهانته لها، فقال: لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهنهن إلا لئيم. نسأل الله السلامة من ذلك. اللهم أمين. نيجي للمرأة المطلقة بعد الدخول. بعد الدخول تبارك، إما أن يكون طلاق بائن وله قسمان، أو يكون طلاق رجعي. أيوة، خدت بالك معايا؟ إذا كان الطلاق رجعيا فإن المرأة المطلقة الأصل ألا تفارق بيت الزوجية. أيوة، يعني اللي هي بتبقى الطلقة الأولى الطلقة الأولى أو الثانية. خدت بالك؟ إذا طلقت المرأة طلقة بقيت في بيت زوجها، لأنه من حقه أن يراجعها، ومن واجبه الإنفاق عليها، الإنفاق بكامل المعنى من سكن يعني وطعام وكساء. يعني الطلاق الرجعي هي قاعدة في بيتها معززة مكرمة، بيتصرف عليها كأن هي لسه على ذمته، لأنه من حقه يرجعها تاني. العلاقة الحميمة متوقفة بينهم، على قرار العودة. القرار سهل جدا، لو ذكر لها، تكلم معها، لو قبلها، لو كذا لو كذا لو كذا، لو قام بعمل مما يقوم به الزوج مع زوجته فهو راجع. خلاص، اما ان يكون لفظا مراجعه لفظيه او مراجعه عمليه وهي معروفه يعني بين الرجل. ممكن نقول ان الدين الاسلامي خلى المراه تقعد في بيتها في الفتره دي معززه مكرمه عشان يحننوا كده قلوبهم على بعض. فيك. ممكن اعتقد ممكن يعني تعمل اكله حلوه، ممكن تقول له كلمه طيبه، ممكن يقابلوا بعض، ممكن حتى رايحين جايين كده في الريسبشن، وهي راحه كده ماشيه تتحك فيه، مش عارف. خدت بالك؟ فتح الاسلام لهما باب الرجوع وباب العوده، لان الاصل كما ذكرت يعني في بدء كلامي، الاصل في الزواج هو ايه؟ الاستمرار والديمومه. ايوه. هنستاذن حضرتك، معانا مداخله من استاذ لطفي. اهلا بحضرتك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا بالحياة دوف اللي مع حضرتك الشيخ عبد الحميد فوضى العلامه الكبير، الله يبارك فيك. طبعا على موضوع الحلقه يا حبيب قلبي. شكرا لحضرتك. حاجه احب اقولها، بنبارك لحصولك على جائزه النواه الحسنه والسلام لعام 2020، حضرتك تستحق كل خير. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. نموذج مشرف للمرأة المصرية. ربنا يخلي حضرتك يا فندم، حضرتك الاحسن. شكرا. لو يدل يدل على قليل من كثير. حضرتك نموذج مشرف للمرأة المصرية. شكرا يا فندم، شكرا، ده من ذوق حضرتك يا فندم. شكرا، كل الشكر استاذ عبد الحميد فوزي. جزاك الله خير يا حاج استاذ لطفي، الله يبارك فيك، بارك فيك، اصلح الله حالك يا حبيبي. شكرا لحضرتك على المداخله يا فندم. شكرا. معانا استاذ ايهاب علي. الو الو الو، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين وبالضيوف. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، حضرتك نورتنا. الله يخليك. يعني شرف لينا طبعا حضرتك المداخلة دي، واحنا النهاردة بنتكلم في موضوع طبعا من أكتر القضايا اللي بتهم المجتمع المصري والبيوت كلها عامة. وده حقيقة. يعني احنا كنا دلوقتي بنتكلم عن أنواع الطلاق وحقوق المرأة يعني في كل نوع من أنواع الطلاق، وهنتكلم طبعا عن حقوق الطفل كمان، فنحب حضرتك تكون معانا طبعا. يلا يخليك. يعني اهم نقطه ممكن نتكلم فيها بالنسبه لانواع بقى القضايا اللي المراه يعني في مثلا نوع من انواع الطلاق اسمه الطلاق للضرر. للضرر. طول الوقت عارفين ان المراه هي اللي بتطلب ده، هي المتضرره. لكن في اوقات تانية بيكون كمان الراجل فيه ضرر، يعني بيبقى الطلاق بناء على الضرر للزوج من الزوجه. حقيقه بس هنا ايه الوضع القانوني يا فندم بالنسبه لحاجه زي دي؟ والله هنا الراجل ما بيلجاش لرفع مثل هذه القضايا، ان المجتمع بتاعنا المجتمع بتاعنا ما بيمنع الراجل او كبرياء الرجل ان هو يلجا الى رفع مثل هذه القضايا. ايوه، خاصة ان الرجل برضو عنده يعني ربنا خصه بالقوامة. بس هو انا بتكلم في نقطة برضو مهمة،
ان هو لو طلقها خلاص هي بتاخد كل الحقوق اللي ليها شرعا. طب لو هي اصلا لو المشكله عندها هي يعني طبعا والعياذ بالله في مثلا نوع من المراه بتبقى مثلا قضايا مخله بالاداب او بالشرف او ما هنا ما هنا بقى يعني هو مش لازم يتم اثبات حاجه زي دي يا فندم برضو عشان ما هو لازم يتم بقى لازم يتم هنا الشرط الاساسي عشان يتدخل الراجل هنا في اسقاط حقوق المراه المراه شرعا. ايوه هو ده اللي انا بتكلم فيه. ايوه اثبات الواقعه. ايوه اثبات الواقعه وبالتالي بيكون الطلاق للضرر واقعه ثابته. ايوه وهنا بتسقط حقوق المراه. ما هو ده حق الراجل بقى يعني في ناس بيقولوا لي طب فين حق الراجل؟ انت بتتكلمي دايما على حق المراه فاحنا بنتكلم يا جماعه على حق الراجل النهارده. يعني طبعا حاجة زي دي بيتم إثباتها عشان الحقوق الشرعية بقى بتاعتها يعني. أيوة حضرتك. أيوة طب بالنسبة أيوة. للأطفال بالنسبة للأطفال برضو هنا يعني القانون الطفل 100 لسنة 95 أيوة. حدد كل ما متطلبات الطفل سواء من رؤية أو نفقات أو الكلام ده كله. لو كانت الرؤية وهنا احنا عاوزين نتكلم يعني ونوعي السادة المشاهدين. طيب هنستأذن حضرتك معانا فاصل صغير جدا وحضرتك معانا ان شاء الله بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نستكمل كلامنا مع شيخنا الجليل الأستاذ عبد الحميد فودة. الله يبارك فيك. معانا أستاذ إيهاب. أيوة يا فندم. احنا طبعا اسفين على الفاصل بس كان الاذان. لا تحت امرك وتحت امر الساده المشاهدين. طيب في سؤال برضو عايزين نعرفه بالنسبه للنفقه. في نفقه المتعه وفي نفقه مش كده؟ في نفقه العده. نفقه المتعه ونفقه عده. قد ايه بيقدروا؟ نفقه العده 3 شهور. اما نفقه المتعه فهي حق مدفون للقاضي بيرجع له وبيختلف من حيث سنه الزواج او عدد سنوات الزواج بين الزوجين. أيوة. يعني ممكن احسبها سنه، ممكن احسبها سنتين، ممكن احسبها 3 سنوات. ايوه. وبتقاس. ايوه. وبتقاس هنا المبالغ على النفقة المفروضة للزوجة. يعني لو كان القاضي مدي للزوجة نفقة زوجية 1000 جنيه شهريا ففي العدة بتضرب 3 شهور في 1000 جنيه بتبقى ده مستحقاتها في العدة. إن حكم لها بسنة متعة أو سنتين متعة هيبقى 1000 جنيه في السنتين. أيوه. احنا بنشكر حضرتك يا فندم وبنشكر طبعا المداخلة دي معانا وشكرا لحضرتك. هنيجي للحقوق المطلقة المالية، اولها النفقة والسكنة من مال الزوج. قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب اذا كانت المرأة المطلقة البائن حامل يبقى نفقتها حتى تضع حملها. ايوه. اذا كانت البائن غير حامل لا نفقة لها على الزوج. ايوه. نيجي تاني حاجة اللي حق المتعة اللي كان بيتكلم فيه ايه؟ ايوه. الأستاذ مال زائد على النفقة بيدفعه الزوج لمن طلقها قبل الدخول بها. ايوه. ليه؟ لجبر خاطرة. ايوه. لأن دي خاطرها انكسر. الإسلام بيقول ايه؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يعني الغني يوسع والفقير على قدر إيه؟ استطاعته. النفقة نفقة المتعة ديت أو المستحبة في حق غيرها من المطلقات لعموم قوله تبارك وتعالى وللمطلقات بصفة عامة هوت متاع بالمعروف حقا على مين بقى؟ على المتقين. طيب حقوق المرأة يعني احنا اتكلمنا عنها. حقوق الأطفال انا بعتقد ان اهم حاجة في الحق ده حق الرؤية، ان الطفل يرى والده وان والده يشوفه. حضرتك شايف في امهات بتمنع الاباء من ان هم يشوفوا ولادهم،
وبتحتال على اللي كده. طيب حضرتك شايف يعني رأي الدين ايه في حاجة زي دي؟ هي آثمة. آثمة. أيوه. وظالمة. ايوه. وظالمة لمين؟ ايوه. وظالمة للولد او البنت. ايوه. للأبناء. ليه؟ يعني المرأة العاقلة إذا طلقت لا تذكر الوال الأب بسوء أبدا. ايوه. مهما كان بينهما من خلاف. ايوه. لماذا؟ لأن الولد عندما يبلغ سن ال 18 سنة أو البنت هيخير، قد يختار الأب. أيوه. كل المخزون الذي استمع إليه الولد أو البنت من الأم ها سيجعله ينعكس عليها بعد كده في معاملته. هو إحنا معانا طبعا يعني إحنا الوقت بتاع الحلقة المفروض ان هو خلص، لكن يا جماعة ان شاء الله الحلقة الجاية كمان احنا معانا شيخنا الجليل الأستاذ عبد الحميد فودة، ومعانا كمان ان شاء الله مستشارين ودكاترة في القانون، ومكملين معاكم لان الموضوع ده انا شايف انه ما ينفعش في حلقة واحدة، فان شاء الله احنا معاكم الحلقة الجاية الخميس الجاي مستمرين، وفي انتظار كل مداخلاتكم وكل اسئلتكم بخصوص الموضوع، لان احنا النهارده طبعا ان شاء الله نتكلم عن حقوق الطفل باتساع. حقوق الطفل اكيد الحلقه الجايه هتبقى الجزء الثاني بالنسبه لموضوعنا، وهيبقى الكلام عن حقوق الاطفال بشكل اكبر ان شاء الله. سعدنا بيكم جدا وسعدنا بحضرتك يا فندم وتشريفك لينا، وان شاء الله مع بعض الخميس الجاي. الله يبارك فيك. شرفنا طبعا وتنورنا، والى لقاء قادم في حلقه قادمه ان شاء الله. جزاك الله خيرا. شكرا.